بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا يدور حول المهدوية في الأرض، وهذه نقطة مهمة لها مساس كبير بالعقيدة، المهدوية في الأرض. والمهدوية غير الهادوية، المهدوية غير الهادوية. الهادوية تعني المعصوم عليه السلام. في الزيارة: السلام عليكم أيها الهادون المهديون. هادوية ومهدوية. وإذا انفردت المهدوية في الأرض قد تطلق على الأئمة عليهم السلام، ولكن إذا قوملت يتعين أن يكون مراد منها هو غير المعصوم عليه السلام، مهدوية في الأرض. هذه نقطة مهمة ونتعرض إليها إن شاء الله بالتفصيل، ونحاول أن نرد على أكذوبة كون المهدوية في الأرض اللي راح نتحدث عنها أنهم من الأئمة. هم ليسوا من الأئمة، وإنما هم من الأولياء الصالحين. أساس فكرة المهدوية في الأرض ما ورد في عدة روايات، أن هناك مهديون بعد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعمدة هذه الروايات هي تسمى برواية الوصية، رواية الوصية. رواية الوصية رواية رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. ومن جاء بعده، حاولت أن أبحث عنها في مصدر آخر، فلم أجد مصدرا سابقا على الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في نقله. يعني المصدر الذي نقل هذه الرواية هو الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وأما الكتب الأخرى التي نقلت هذه الرواية فهي تبع نقلا عن كتاب الغيبة، كالعلامة المجلسي في البحار، كالحر العاملي رحمة الله عليهم في كتاب إثبات الهدات، كصاحب منتخب الأثر، والكتب الأخرى التي نقلت هذه الرواية كلها تنقلها من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. أنت لما تصير كل هؤلاء ينقلون ترجع إلى المصدر نفسه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه روى هذه الرواية في كتاب الغيبة. وهي رواية مروية عن النبي محمد. اللهم صل على محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، احضر صحيفة ودوات، فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع. شوف الفرق شوي بين الموقفين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: أحضر لي دواتا كتابا ودواتا صحيفة ودوات لأكتبه. وذاك الآخر يقول له: احضر لي صحيفة ودواتا لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. شلون ذاك موقفه؟ إنه ليحجر. مع أمير المؤمنين غير ذاك. أمير المؤمنين يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله، هو نفسه. فأحضر الدوات وأخذ يملي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع. يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إماما، تأول الأئمة. سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. أنا في خطاب لأمير المؤمنين: يا علي، أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا. يا زوجة، بقيت زوجيتها، يا زوجة لقيتني غدا. ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي. فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن. وهكذا عدد الأئمة 12. بعد ذلك قال: فذلك 12 إماما. عدد الأئمة كامل بأسمائهم: حسن، الحسين، علي بن الحسين إلى الأئمة. فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا، فإذا حضرته الوفاة، يعني إذا حضرت الإمام الحجة الوفاة، فليسلمها إلى ابنه أول المقربين. له 3 أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين. هذه رواية الوصية. أخذ فيها المهدوية في الأرض: سيكون من بعدي 12 إماما، ثم من بعدهم 12 مهدية. إذن عندنا مهديون في الأرض سيحكمون في الأرض من بعد الأئمة 12، من بعد القائم عجل الله تعالى له الفرج. هذه يسمونها رواية الوصية. هذه رواية الوصية يا إخوان هي العمدة التي اعتمد عليها أصحاب أحمد بن إسماعيل اليماني الذي ادعى المهدوية في الأرض.
ادعى المهدوية في الأرض. عمدة قوام مذهبهم على هذه الرواية، فألفوا كتبا حولها: انتصار الوصية، الوصي والوصية، الوصية والوصي، زين، وكتب أخرى كل حول هذه الرواية. الروايات أولا الواردة في المهديين تقريبا، طبعا الحر العاملي رحمة الله عليه يقول هذه روايات شاذة نادرة لا نعمل بها، هذه روايات شاذة نادرة لا نعمل بها. دول يدعون أن هذه الروايات متواترة مفيدة للقطع، مفيدة للقطع، ولكن الإنصاف أن هذه الروايات مستفيضة، يعني لا هي متواترة، لا تواترا لفظيا ولا تواترا معنويا ولا تواترا إجماليا، طبعا تفاصيل في محله، هي مستفيضة، يعني تقريبا يصفو من هذه الروايات تقريبا 20 رواية، 20 رواية ما في تواتر، تواتر 170-180 ممكن تواتر، تواتر ما لحد معين، لكن قطعا 20 لا يحقق التواتر. نعم يحقق الاستفاضة أن هناك روايات مستفيضة تقول بأن هناك مهديون في الأرض بعد الحجة أجر الله تعالى له الفرج. هؤلاء أرادوا يطبقون حتى شلون الآن هذه الرواية الوصية تثبت مطلوبهم وهو إمامة أحمد بن إسماعيل اليماني. قالوا بأن المراد من المهديين هم الأئمة، يعني الأئمة مو الأئمة الاثنى عشر، الإمام يطلق عليه مهدي، يطلق عليه مهدي. لاحظنا في أول الرواية أنه أطلق المهدي على أمير المؤمنين عليه السلام، وأطلق لفظ المهديين على باقي الأئمة، هم مهديون. ذول يقولون أن مقصود الإمام، مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية، زين، في الرواية مهدي 12 مهدي، يعني إمام، يعني يصير 12 إمام ومهدي أيضا إمام 12، يقولون عندنا 24 إمام. تعرفونهم أنتم أصحاب هذا الخط، أصحاب هذا الخط، وعندهم أكو إذاعات وعندهم على الواتساب دخول وعندهم، ها، يقولون إحنا عندنا 24 إمام، 12 إمام منا والمهدي هذا إمام أيضا، أئمة دولة، فإحنا عندنا 12 و12، يصير المجموع كم؟ 24 إمام. هذا أحمد ابن إسماعيل هذا الإمام 13، بعد ينتظرون كم؟ 11 إمام يأتي من بعده. وثبتوا هذه العقيدة ودعوا إليها الناس وأرادوا كلها من هذه الرواية اليتيمة، واحدة رواية، زين. في مقام المناقشة أولاً هذه الرواية التي ثبتوا بها مذهبهم رواية ضعيفة السند، هي متصلة السند، الشيخ الطوسي في الغيبة رواها بسند متصل، ولكن فيه كثرة من المجاهيل الذين لم يوثقوا، وفيه من أبناء العامة أيضاً، من أبناء العامة وغير الموثقين، مجاهيل لا يعرف بحالهم، مثل هذه الرواية ضعيفة السند،
والرواية الضعيفة السند ما يمكن الاعتماد عليها. بس كما قلنا أن الإشكال السندي هذا يمكن تجاوزه، لما جاي نشكل من جهة سندية يمكن تجاوزه بأن رواية المهديين بلغت حد الاستفاضة، والاستفاضة الاستدلال يكون بالمجموع، مجموع الروايات، ولا إشكال أن الاستفاضة بمجموعها تفيد الاطمئنان، تفيد الاطمئنان بوجود مثل هذه الروايات، رواية المهديين في الأرض. ولكن نقاشنا مو من جهة سندية، لأن هذه الروايات، رواية المهديين في الأرض، قلت لك مستفيضة ومتعاضدة بعضها ببعض، يعني أكو يحصل للإنسان اطمئنان بورود مثل هذه الروايات عنهم عليهم السلام. ولكن الأهم في المناقشة هي الجهة الدلالية. الآن احنا لما نقرأ الرواية، صحيح الآن لاحظ الرواية، الرواية بدأت يا علي، فقال يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما. طبعا أنتم سمعتون عن مذهب 24، الآن جايين يدعون أنهم يريدون يسقفون مسجد الصبور، سمعتون عن هذه الدعوة؟ لا. قالوا إحنا نسقف مسجد الصبور إذا ثبت دعوتنا صحيحة، وإذا ما ثبت السقف دعوتنا باطلة، بيننا وبينكم مسجد الصبور. إحنا مسجد الصبور ثبت سقفه ما ثبت، إحنا ما نثبت عقيدتنا على روايات ضعيفة. مسجد الصبور كون تسقيفة من علامات الظهور هذا ليس بثابت، وإنما هي قصص وحكايات، يمكن تكون صحيحة يمكن تكون مو صحيحة، لما يثبت مذهبنا على أمور هكذا. إحنا نجي نناقش في أصل تثبيت مذهبكم قبل لا تثبتون لنا بتسقيف مسجد الصبور، هذه الدعوة صحيحة لو مي صحيحة. الرواية اللي اعتمدتم عليها هذه الرواية، زين الرواية دلالتها ما تدل على مطلوبكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما، 12 إمام، ومن بعدهم 12 مهديا. أنت خاطب أي واحد؟ المهدي إمام لو غير الإمام؟ هاي الأطفال لما تخاطبهم ما يفتهمون هذا. قال سيكون بعدي 12 إماما ومن بعد الأئمة 12 مهدية. إذن يا بدل المهديين ليسوا بأئمة، لو كانوا أئمة هذا التعبير مو صحيح، إن كان قال سيكون بعدي 24 إماما. هو لما جاء المقابلة دليل على أن المهدي غير الإمام، أدل ولا؟ إحنا ما المانع أن المهدي يطلق على الإمام، يطلق المهدي على الإمام، هو هادي وهو مهدي في الأرض، ولكن أكو عندنا مبحث أن المهدي إذا قوبل بالإمام فهو غير الإمام، وأطلق المهدي على الإمام مع عدم المقابلة. هذا مبحث مثلا مر عليكم في الفقه، الفقير والمسكين هما اثنان، هما اثنان إذا اجتمعا، وهما واحد إذا افترقا. هذا مسلك فقهي، يعني شلون؟ يعني إذا جبناهم في كلام واحد فالفقير غير المسكين، إذا جبنا واحد منهم فالمراد المجموع. يعني لما جاء يقول لك أطعم فقيرا، يعني حتى لو كان مسكين، المراد مع الافتراق يشمل الفقير والمسكين واحد.
مع الاجتماع أطعم فقيرا، أطعم فقيرا وأكرم مسكينا. صار المسكين غير الفقير، الفقير أعطيته الإطعام، المسكين أعطيته شنو؟ الإكرام. صار هالفقير غير المسكين. مع المقابلة هذا أمر عرفي واستظهاري، والمسألة مسألة الاستظهار، مسألة حجية الظهور. مقتضى المقابلة بين المهدي والإمام أن المهدي هو غير الإمام، وإن كان المهدي يطلق على الإمام، هم مهديون في الأرض أئمتنا عليهم السلام، ولكن مع المقابلة، مع المقابلة لا إشكال في أنه يراد من المهدي، يعني بقرينة المقابلة هو غير الإمام. هذه قرينة واحدة. سأثير لك عدة قرائن تدل على أن المهدي غير الإمام. فنحن عقيدتنا أن في 12 إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون بعد الحجة 12 مهديا من الأولياء الصالحين الذين يحكمون في الأرض ويدعون الناس إلى ولاية آل محمد. فإذا المهديون في الأرض مو أئمة، المهديون في الأرض ليسوا من الأئمة المعصومين، ليسوا من الأئمة المعصومين، المهديون في الأرض من الأولياء الصالحين المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ولاية آل محمد. ذولا قالوا سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهدية. قال هذا المهدي هم إمام، هم يقولون جدي هم إمام، فصار عندنا 24 إمام. هذا أحمد هو الإمام 13. إحنا نقول لهم هذا الفهم خاطئ، هذا الفهم كنت تستدلون بهذه الرواية وهذه الرواية الفهم منها خطأ. هذا والدليل على ما نقوله أن المهديين في الأرض هم من الأولياء الصالحين وليسوا أئمة. فنحن عندنا 12 إماما معصوما، ومن بعد القائم الحجة سيأتي 12 مهديا من الأولياء الصالحين يحكمون في الأرض يدعون الناس إلى ولاية آل محمد. القرينة الأولى على كلامنا، على استظهارنا، القرينة الأولى ذكرناها وهي شنو؟ المقابلة. سيكون من بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهدية، يعني المهدي يقابل الإمام، إذن المهدي ليس من الإمام، وإن كان الإمام مهديا لكن المهدي ليس من الإمام بمقتضى المقابلة كما ذكرنا. هاي قرينة الأولى. القرينة الثانية، فأنت يا علي أول الاثني عشر إماما. لا تكرر هذا الأمر، إذن هذا لين 12 إمام، أنت أولهم يا أمير المؤمنين. ولم يكتفي بهذا الأمر بالتنصيص الإجمالي، بل نص عليهم بالأسماء، بالأسماء الصالح. بعد ذلك إذا تأتي في المهديين، لاحظ بعد أن عدد الأئمة كامل، زين، قال فإذا حضرته الوفاء فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ.
من آل محمد. يعني إذا حضرت الوفاة للإمام العسكري وعددهم يسلمها للقائم الحجة عجل الله تعالى له الفرج. بعد أن وصل إلى الحجة رد أكد في الوصية فذلك 12 إماما. هاي التأكيد ليش؟ يعني هو من قبل ذاكرينهم ورد أكد عليهم حتى ينبه على أن المهدي المهديين في الأرض ليسوا من الأئمة، ليسوا من الأئمة. هذه القرينة الثانية. قرينة الثالثة فذلك 12 إماما، زين، ثم يكون من بعده 12 مهديا، يعني من بعد القائم، الضمير يعود إلى القائم. طبعا البعض يحاول الرجعة إلى أمير المؤمنين، بعد أمير المؤمنين اثناء، لا هذا مو صحيح، مقتضى السياق يعود إلى القائم المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. من بعده 12 مهديا فإذا حضرته الوفاة. إذا حضرته الوفاة يعني إذا حضرت الإمام الحجة الوفاة، إذا حضرت الإمام الحجة الوفاة فليسلمها إلى ابنه ابن الحجة أول المقربين. ليش ما قال أول الأئمة هناك؟ فأنت يا علي، ها؟ أنت يا علي أول الأئمة 12. نص عليه إهني ما قال له فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، يعني من أولياء الصالحين. له 3 أسامي، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي، هو أول المؤمنين. صار هذا غير ودلاك غير. هناك في أمير المؤمنين سلام الله عليه فأنت يا علي أول الأئمة 12، وهني أحمد قال هو أول المؤمنين. المؤمنين يعني ليسوا بأئمة، وإنما هم من الأولياء الصالحين الذين يحكمون في الأرض بعد الحج عجل الله تعالى له الفرج، ويدعون لولاية أهل البيت عليهم السلام. فهذه القرائن المجموعة التي ذكرناها كلها تدل على أن المهديين في الأرض ليسوا بأئمة، وإنما المهديون في الأرض هم من الأولياء الصالحين. إذن دعوة أحمد بن إسماعيل اليماني بالإمامة دعوة كاذبة، خلاص الإمام انتهت إلى الإمام الحجة. ثم أنك يا أحمد، الرواية تقول من بعده، يعني من بعد موت الحجة. الآن الحجة موجود، شو أنت تدعي الإمامة؟ الرواية يقول من بعده، ما جاية تنطبق الروايات عليها. شلون يعني نقرأ الرواية مغلوطة؟ نقراها بعين حولاء. يقول من بعده يعني من بعد الحجة. يا بالحجة موجود لهم وموجود وموجود. إذن ما توفى بعد، ما توفى. إذن دعوة الإمامة ليست في محلها، دعوة كاذبة بعد، ما يمكن تصديقها. يدل على هذا الفهم الذي ذكرنا، الرواية واضحة الدلالة لا غبار عليها فيما ذكرناه من أن المهديين 12 هم من الأولياء الصالحين الذين يحكمون في الأرض ويدعون إلى ولاية آل محمد. يؤيد هذا الفهم، هذا الفهم واضح، ما عندنا شك ولا ريب في هذا الفهم، واضح هذا الفهم. هناك رواية لأبي بصير تؤيد هذا الفهم،
شلون يعني أنا أريد أقول أن ذي الفكرة مطروحة من زمان قديم، مو من هذا، مطروحة من زمان قديم، من أيام الأئمة عليهم السلام. دخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: يا ابن رسول الله، إني سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: يكون بعد القائم 12 مهدية. هذه الرواية يقول لي أبوك الإمام الباقر عليه السلام سمعت منه أنا، لأن أبا بصير من أصحاب الإمام الباقر والصادق، سمعت من أبيك أنه قال: يكون بعد القائم 12 مهدية. الإمام الصادق، شوف الآن، أبو بصير احتمل أنهم أئمة، احتمل أنهم شنو؟ أئمة. يكون بعد القائم 12 مهدية، احتمل أنهم أئمة. الإمام الصادق سلام الله عليه جاوب، قال له: إنما قال 12 مهدية ولم يقل 12 إماما. شوف جاوب الإمام، يعني رفع الشبهة الموجودة العالقة عند أبي بصير. لا تشتبه يا أبا بصير وتعتقد أن هؤلاء أئمة، ذولا ليسوا بأئمة، إنما قال أبي 12 مهدية ولم يقل 12 إماما. زين، ولكنهم، شوف الآن الإمام الصادق يقول: ولكنهم منهم، ضمير يعود إلى من؟ إلى المهديين. ولكنهم، يعني الاثنى عشر المهديين، قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. يعني من الأولياء الصالحين الذين يحكمون في الأرض يدعون شيعتنا إلينا ومعرفة حقنا. هاي الرواية شلون؟ هذه الرواية واضحة، جاية تفسر أن المهديين ليسوا من الأئمة. والإمام الصادق ينبه أبا بصير، يقول له: ما قال أبي 12 إماما، إنما قال 12 مهدية، لأن ذول ليسوا بأئمة، إنما هم مهديون، قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى ولايتنا ومعرفة حقنا. شلون جوابكم عنها؟ قالوا: احنا عندنا جواب. الحين هم يريدون يجاوبون في كتبهم عن هذه الرواية. جوابهم يقول: الإمام الصادق عليه السلام ما قال إنما قال أبي 12 مهدية ولم يقل 12 إمام. يعني يقول الإمام الباقر ما صرح بأنهم أئمة، لكن يريد أنهم أئمة، يعني جاب ليهم القاب مو صريحة. طيب ليش ما يصرح إذا كانوا أئمة؟ ليش ما يصرح؟ في تقية؟ يعني ما في تقية. التقية ما في تقية، لأن الذين خالفون لا يرضون بالاثنى عشر ولا يرضون بالأربعة وعشرين. أدلة ولا ما في تقية. يعني يريد يقول أنه، واضح الرواية، إنما قال أبي 12 مهدية ولم يقل 12 إماما، لأنهم ولكنهم، يعني المهديين الاثنى عشر، قوم من شيعتنا، قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. العقيلي في انتصار الوصية يقول يعني مقصود الإمام الصادق عليه السلام أن أبي الباقر ما صرح بأنهم أئمة، ولكن ذكرهم بألقابهم أنهم مهديون. أيها العقيلي،
هذه الرواية أمامك. الإمام قال إنما قال أبي 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. صريح أن الإمام الصادق يريد أن ينفي الإمامة عن المهديين في الأرض. هذا لم مو أئمة يا أبا بصير، لأن الإمام احتمل أن أبا بصير قد اشتبه عليه الأمر فظن أنهم أئمة. قال لي يا أبا بصير هؤلاء ليسوا بأئمة، والإمام أبي قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما لأنهم ليسوا بأئمة. فسرها بعد لكنهم يعود الضمير إلى شنو؟ إلى المهديين 12. لكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا. يعني أئمة لو من الأولياء الصالحين، أولياء الصالحين. إذن الإمام انتهت ب 12. نحن عقيدتنا أن الأئمة 12 إماما لا يزيدون ولا ينقصون، والمهديون في الأرض من بعد الحج عجل الله تعالى له الفرج هم من الأولياء الصالحين من الشيعة الذين يدعون الناس إلى ولاية آل محمد. فإذن المهدوية، المهديون في الأرض تعني الأولياء الصالحين الذين يحكمون بعد القائم أجل الله تعالى له الفرج في الأرض، هم ويدعون الناس إلى موالاة أهل البيت عليهم السلام. هم ليسوا بأئمة. ولكن مع الأسف شلون هؤلاء انجروا؟ عندي صاحب وكان في مناقشة وياه، كنت في مناقشة، قلت له شلون انت الان 12؟ قال لا انا 24. انا عندي 24 امام، انا عندي 24 امام. وهذا الشيء احمد كم رقم؟ قال رقم 13. بعد يجينا 11 امام من عقبه من بعده. قلت له يا اخي انت الحين هذه الرواية واضحة، واضحة الرواية. قال انت يا محمد انت بايع الان، واذا ما بايعت اليوم بالقول ستبايع غدا بالسيف. شو هالافكار مغلوطة؟ ما انا خايف عليك يا محمد، ويسميني انه مصري، انا قاعد يا ومصري، فيسميني محمد. يا محمد انا خايف عليك. خايف علي من وحي؟ أنا خايف عليك، اليوم أنت ما بتبايع بالقول ستبايع غدا بالسيف. قلت له اترك عنك الترهات والخرافات، هذه الرواية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. شو تقنعني بأنهم أئمة 24؟ إحنا أئمتنا 12 إمامة، خاتمهم المهدي عجل الله تعالى له الفرج. من بعد الإمام المهدي سيأتي 12 مهديا من الأولياء الصالحين الذين يحكمون في الأرض ويدعون إلى ولاية آل محمد. فلا تأخذكم الإنجراء قد واحد أنهم يحاولون بعد من سقف مثلا مسجد الصبور، ها، وإذا ثبت فدعوانا صحيحة، دعواكم صحيحة، جيبوا لنا معجزة. أوازن حرمها، جيبوا لنا معجزة. هاي مو معجزة، هذه أقوال حكايات انتشرت وقيلت، يمكن تصير صحيحة يمكن يكون مو صحيحة. وليس من علامات الظهور تسقيف مسجد الصبور، وحتى لو ذكر بعض الكتاب، ولكن بعض الكتاب اللي في علامات الظهور ذاكر مسجد الصبور، لكن نحن
العلامات اللي ذكرها بعضها علامات مي ثابتة، يعني ما عندنا دليل على ثبوتها. أكو عندنا علامات قطعية ثابتة بالقطع من علامات الظهور، أكو عندنا علامات ظنية قائمة مقام العلم التعبدي، وأكو عندنا احتمالات. هذا من جملة الاحتمالات. لا تودي ولا تجيب، هذه دعوة لو سقف ووقف السقف لا أهتز أن أئمتي 12 إماما. ومن بعد القائم أجل الله تعالى له الفرج يكون من بعده 12 مهديا من الأولياء الصالحين الذين يحكمون في الأرض ويدعون إلى ولاية أهل البيت 12. ما عندنا 24. هؤلاء أطلق عليهم اللهم صلي في بعض في الأدعية، بعض الأدعية الواردة اللهم وصل عليه وعلى الولاة من بعده والأئمة من بعده. أطلق عليهم الأئمة، الأئمة من بعده. طيب يا أخي، الأئمة من بعده مو الأئمة المعصومين، يعني الأئمة يعني قادة الناس، قائد الناس يسمونه إمام، إنه ما يسمونه إمام. الآن الإمام الخميني رحمة الله عليه يسمونه إمام، لو ما أطلق على الإمام يعني إمام معصوم؟ لا مو معصوم، يعني قائد القيادة يطلق عليها الإمام. لأن الناس تتبعه، ولكنه ليس من الأئمة المعصومين. والأئمة من بعده لأنهم يحكمون في الأرض وتتبعهم الناس، ولكن يدعون إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، فهم أئمة بهذا المعنى وليسوا من الأئمة المعصومين عليهم السلام. أكتفي بهذا المقدار، وإذا في سؤال للجمهور يتفضل، إذا ما في سؤال نختم. في أحد عنده سؤال؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا وجيها عند الله، اللهم اشفي به مرضانا وفك به أسراؤنا وخلص به عن سجنائنا وارحم به شهداءنا وأدحر به أعداءنا
وانصر به مجاهدينا في كل مكان. اللهم اجعل صلواتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعواتنا به مستجابة، وأرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.